السلام عليكم. فيديو النهارده هنتعلم فيه ازاي نركب الفانوس الخلفي لل 307. الفانوس بيبقى مربوط بمسمارين، في واحد هنا ده هنفكه، وفي واحد تاني من جوه، المسمار التاني من هنا من جوه هنفكه، بعد كده نسحب الفانوس لبره. نفك الفيشة بتاعته، وبعد كده هنركب التاني عكسه بالظبط. ده الفانوس الجديد وده القديم. الفانوس الجديد بيجي من غير الخريطة بتاعت اللومب، هنفكها ونحطها في التانية. بتتفك من هنا كده كليبسات، هننضفها وبعدين نركبها. خلاص ركبناها، هنركب الفانوس عكس ما فكينا التاني بالظبط. هنفك الطبة دي الأول، هنوصل الفيشة، بعد كده نقفل الفانوس ونطرحه. بعد كده هنركب المسامير، كده مش فاضل غير ان احنا نجربه. نشغل انتظار ونجربه ونتأكد ان هو شغال. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.